شركتنا شركة إيفنتس برودكشن، نحن اللي منظمين هالمعرض ونحن اللي طالعين بفكرة هالمعرض. نحن تحمسنا عليه بكوننا انه شركتنا بتهتم بكل شيء تراثي، بكل شيء كلتور باتريموان، هذا كتير مهم لنا. وجبنا هالمعرض وقلنا من خلال العربية منفرجي كمان تراث وتاريخ لبنان، بقى مشيت الفكرة وحصلنا على كل هالعربيات الموجودة. نقينا تقريبا 54 سيارة من تقريبا 120 سيارة. السيلكشن انعملت على اساس من 1920 لل 1975 يكون في فرايتي سيارات، يعني سيارات مختلفة، ماركات مختلفة وفترات مختلفة. واهم شيء للسيلكشن كان انه يكون نضاف وتكون القطع اللي موجودة دوريجين ويكون كله يعني تابع لبعضه. هلا اذا انتبهتوا المعرض مقسوم لثلاث اقسام، في السيارات، في بوست كاردز وصور قديمه للبنان. وعملنا بذات الوقت نحن فريز هيستوريك، يعني تاريخ لبنان من خلال العربيات، سياراتهم الشخصيه. نحن كان ما كان في سيارات رئاسيه، كانت لعيال السيارات لها. في عندنا سياره بشاره الخوري مع طربوش لبشاره الخوري اللي هو كان لابسه، سياره من وراها بتجي سياره كامي شمعو، ومن بعدها في سيارة فؤاد الشهر، وقبلهم في عنا سيارات من الشنعية العريقة كانت موجودة بلبنان. من بيناتهم في عنا سيارة مثل ما هلأ شايف كمان الطربوش تبعيتها، السيارة تبع الشيخ بطرس الخوري، بطرس سليم الخوري. من عنا التاريخ تبع لبنان مع كل رأسة من 1920 لل 1970، ورأس الوزراء يلي تحتهم يلي كانوا بهديك الأيامات، وكمان مشان المجلس. وتاني شق منا هو العز اللي كان لبنان عايش فيه مع ملكة جمال الكون اللي كانت كمان لبنانية.